قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الكلام على لسان مين؟ على لسان فرعون. بعد ما حصل إيه؟ بعد ما حصل الزلزلة الكبرى في تاريخ فرعون، بعد الهزيمة الساحقة أمام الناس كلها والحشود الغفيرة، في خسران التحدي بينه وبين موسى عليه السلام، سجد السحرة الذين كانوا أداة فرعون في القضاء على دعوة موسى، صارت الأداة عليه لا له، سجدوا إيمانا برب هارون وموسى. فقال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم، وأنا أذنت لكم الأول. طبعا هذا كلام ضد المنطق، يعني هم آمنوا بأن الله هو الإله وأنت مجرد عبد، فنستأذنك؟ كلام ضد المنطق. كلمة تانية ضد المنطق قالها فرعون، دليل على أن الهزيمة يعني هزت وجدانه، قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، والناس كلها تعلم كذب ذلك. ده لسه موسى مقابلهم في هذا اليوم، خليت ان في علاقة وخليت ان في موسى على علم بالسحر وانه كبير هؤلاء السحرة وعلمهم السحر وخططوا ومكروا في المدينة هذا المكر لإخراج أهل مصر ونحو ذلك. كل هذا الكلام كلام غير صحيح ولا يصدق، لكن هو بيحاول يعني يقول أي كلام عشان يحفظ ماء وجهه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. خلاص، مدام مفيش يعني حجة وبينة، بيلجأ الطغاة عادة إلى إرهاب الناس وإلى التعذيب. فقال: لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف يعني إيه؟ ها؟ اليد اليمين مع الرجل الشمال، أو الرجل اليمين مع الإيد الشمال. ومش بس كده، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني حيقتلهم ويمثل بجثتهم معلقة على جذوع النخل علشان يعني نكاية بهم. وطبعا كلمة في بمعنى على، لأن حروف الجر علماء اللغة العربية يقولون حروف الجر تتناوب، يعني ممكن تيجي حرف جر بمعنى حرف جر آخر، زي هنا مش المقصود اللي هيفتح جذوع النخل ويدخل السحرة فيها طبعا، لا، المقصود على، ولا أصلبنكم على جذوع النخل. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فربنا لا يحيطه مخلوق، السماء من مخلوقات الله، ولكن المقصود على السماء، لأن في بمعنى على، زي هنا في بمعنى على. ولا أصلبنكم على جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أنا ولا رب موسى؟ أتعرفوا مين اللي أكثر عذاب أو أشد عذاب وأدوم عذاب؟ قالوا بقى الكلمة التي سجلت لهم في التاريخ وصارت يعني قرآنا يتلى، قالوا، دي بقى يعني مرحلة فيصلية في حياتهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني لن نفضلك ونفضل عبادتك على البينات التي وجدناها أمام أعيننا، معجزة ماثلة أمام أعيننا تدل أنه رسول من عند الله أي موسى، فلن نؤثرك، مش هنفضلك على هذه البينات، ولن نفضلك على الذي فطرنا، على الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى. فاقض ما أنت قاض، يعني افعل ما تريد في هذه الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني سلطانك فقط لا يمتد إلى خارج الحدود الدنيا، فمهما تفعل فينا وما هي أيام معدودة وحتنتهي، وحتى لو عذبتنا حينتهي عذابنا بانتهاء الدنيا أو بموتنا، وبعد كده ننعم في الجنة بإذن الله عز وجل مدام صبرنا على الإيمان ولم نستسلم للكفر بالله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، لم يمضي على إيمانهم دقائق معدودة
وقد عرفوا حقارة الدنيا وحقيقة الآخرة، ولسه ناس بقالها مسلمين زمنا طويلا ولسه عندها مشكلة في يعني التلاهي بزينة الحياة الدنيا. خلاص عرفوا الحق، مقتضى معرفة الحق المضي قدما فيما علمته، مش الدنيا حقيرة والدنيا زائلة؟ خلاص انت لسه بتعمل ليها ولسه بتفكر اصل مال حرام بس ولادي عايزين الفلوس بس ربنا، لسه متردد؟ ما دام الحقائق واضحة امام عينك فلا تتردد، خلاص اشتغل بقى للإسلام. ولذلك كثير من الكفار من الأجانب تحديدا لما يسلموا خلاص ما دام عارف الحق بتلاقيه وجه وجهته إلى نصرة الإسلام ومش عايز حاجة تاني إلا الدعوة إلى الإسلام. كتير منهم كده لأنهم بيصرفوا منطقية، احنا عرفنا الحق، عرفنا ربنا، عرفنا القواعد اللي ربنا حطها في الدنيا، الدنيا زائلة، الآخرة هي دار القرار والدنيا دار زوال، لا ما نعملش للدنيا، ما نجتهدش للدنيا أبدا، حرام نضيع ثانية في حياتنا من أجل الدنيا، وإنما نعمل كل العمل من أجل الآخرة، نتاجر مع ربنا، هو ده دي شغلتنا في الدنيا، التجارة مع الله عشان نؤجر الأجر الكبير يوم القيامة. والإيمان يغير الشخصية، يعني هم يقولوا كده في وجه فرعون شيء برضه عجيب، ودي هزيمة يعني منكرة أيضا لفرعون، حتى أسلوب التهديد لم ينفع أمام الحشد الغفير أمام الناس. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إحنا بقى عرفنا طريقنا خلاص، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لحظة، هو فرعون أكره السحرة على السحر؟ إحنا ملاحظين اللي هو يعني السحرة يقولوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قالوا فأجمعوا أمركم وأتوا صفا، ما كانش فيه إكراه من سياق الآيات. حين اللي استوقف هذا الأمر من المفسرين، مش كل المفسرين وقفوا عند النقطة دي، لكن من المفسرين الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وذكر فيها عدة أقوال، من أقواها أنه أكرههم في صغارهم على السحر. كان فرعون بيجيب الأولاد الصغيرة ويكره كثير منهم على تعلم السحر، خلاص بعد ما تعلموا السحر وصاروا حرفة لهم صاروا يفعلونها بعد ذلك إيه؟ طواعية، وبقت إيه؟ لقمة عيشهم. لكن من البداية أنت اللي أكرهتنا يا فرعون على السحر، ده ما كانش طريقنا، أنت اللي أجبرتنا عليه ثم تعودنا عليه، ده الراجح من الأقوال. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله خير منك يا فرعون وأبقى ثوابا وعذابا. لو أنت هتعذبنا فعذاب ربنا أشد وأدوم في خلود باب جهنم، لكن أنت عذابك منتهي بانتهاء الدنيا، وأبقى ثوابا لو إحنا تراجعنا وأنت كفئتنا فبرضو ثواب محدود وأجر محدود، إحنا عايزين الأجر اللانهائي. ولذلك إخوانا ده يهون على أي صاحب ابتلاء وأي محنة بيقع فيها، إن هي مهما كانت هتقعد كم سنة. يعني افترض أنت مبتلى من ساعة ما اتولدت لغاية ما مت، في ابتلاء كام سنة؟ 100 سنة. طيب ستنعم في مقابل هذا البلاء؟ لو عايزين نترجم كلمة الخلود إلى سنوات هنقول مثلا مليارات مليارات السنين. نسبة 100 سنة إلى المليارات مليارات مليارات السنين قد إيه؟ تساوي شيء ولا حاجة. وبالتالي خلاص يعني أنت لو ابتليت من طيلة هذه الأعوام لا شيء في مقابل الأجر الذي ينتظرك إن صبرت لهذا البلاء، فما فيش مشكلة. يعني هنتبهدل قد إيه؟ هنبتلى قد إيه؟ ولذلك كل يوم بقى يمر في عافية، الله ده إيه ده خير قوي، ده أنا منتظر البلاء في الدنيا عشان لسه مش ده وقت العافية والجزاء، ده في الآخرة. فكل يوم في عافية وجزاء في الدنيا ده رصيد تاني ليا الحمد لله، لأن أنا مهيأ أن أبتلى في الدنيا بأي شيء، لأن هي دار ابتلاء واختبار، فأنت تهيئ نفسك أساسا على ذلك. فإذا نعمت ولم تبتلى بعد فالحمد لله، الحمد لله على نعمة العافية وعلى نعمة الخير وعلى نعمة الرزق وعلى نعمة الأمان، لأن أنا مستعد أن يكون في بلاء وما أقدرش أتكلم لأن ربنا أدالي الثمن، اصبر وهتخش الجنة، والجنة دي بقى لإيه؟ مليارات السنين. فخلاص هم بقى قال لك مش هتعمل قد ايه، والله خير وابقى انه من يأتي. هنا بقى الكلام من كلام صاحبة فرعون من اول انه من يأتي ربه ولا من كلام الله عز وجل، خلاف بين المفسرين، والظاهر انه من كلام الله عز وجل،
ده بقى استئناف تاني من كلام ربي الخالق. كلام الصحراء وقف والله خير وابقى. طيب هو فرعون نفذ تهديده فعلا؟ نعم، الظاهر انه نفذ تهديده وقتل الصحراء ومثل بجثتهم على جذوع النخل، لان ابن عباس قال كانوا في اول النهار سحرة كفرة ثم صاروا في اخر النهار شهداء بررة، فدل انه انفذ وعيده وقتلهم، لكن هنيئا لهم على صبرهم. يعني خلاص لا يدور الشاسة الخاء بعد زمان، قتلتنا عملت بقى مثلت بجثتنا خلاص احنا منعمين عند ربنا عز وجل، لكن الناس مش حاسة لاننا متنا شهداء في الدفاع عن الحق. انه ما ياتي رب، كلام ربنا بقى هو انه ما ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. اللي هيكفر بالله عز وجل يخلد في نار جهنم، واللي يعصي الله عز وجل يعاقب بدخول جهنم لكن لا يخلد فيها، لكن في اثناء دخوله في جهنم لا يموت ويستريح، لا يقضى عليهم فيموت ولا يحيا، ولا يحيا حياه هنيئه. هو حاسس نعم بس حاسس بالعذاب، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، أدى الواجبات وترك المحرمات وفعل السنن والمستحبات، فأولئك لهم الدرجات العلى. والجنة يا إخواننا مش درجة واحدة، الجنة درجات. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول إن أهل عليين اللي هم في الجنة ينظرون إلى من هم أعلى منهم كما ينظر أحدكم إلى الكوكب الغابر في أفق السماء. زي ما أنتوا شايفين الكوكب كده بينكم وبينه ملايين السنوات الضوئية، أو يعني كثير من السنوات الضوئية، فهذا أيضا الفرق بين حد وحد في الجنة. متخيل درجات الجنة عاملة إزاي؟ ومتخيل بقى الهمة بتاعتك اللي أنت تحاول تحصل هذه الدرجات العلى؟ فالناس شايفاك يا عم أنت جاي على نفسك أوي ليه كده؟ لا أصل أنا يا جماعة مش أنا عايز الدرجات العلى، معلش أنا مش طموح، الطموح نوت ذا سيم، يعني مش الطموح مش واحد، أنا طموحي الدرجات العلى، فطريقتي مختلفة عنك فما تلومنيش. أنا عايز أكون اللي هم الكواكب بقى اللي في السماء دي اللي في درجات الجنة. جنات عدن، وقلنا قبل كده عدن يعني إقامة، جنات دائمة يخلد فيها الإنسان. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تزكى يعني تطهر من الذنوب والمعاصي بالتوبة إلى الله وفعل ما أمر الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.